الخدمه دلوقتي في اي حته على حدود مصر كلها خطر. مرتاح ازاي انت مش شايف القلق اللي في كل مكان؟ كل خدش على حيطان بيتنا بتذكر. خلص بكفي علينا هون، صارت نوش بكل محل وبطلت امل. احنا امتى بدنا نروح من هون؟ دكتور الشمالي، الدكتور مصري وبشتغل في مستشفى في ليبيا. وانت جاي في ايه وسافرت في ايه؟ تتذكري بيت طب فلسطين يا ستي؟ معقول ما بقاش في امان للدرجه دي؟ وكلا على السلاح! سرعة القصر قريب! ارجعي بسرعة، الوضع مش مليح. بصراحة قلقانة من نقلة العريش دي. قلت لك 100 مرة مالكيش دعوة بالحوارات دي خالص. اتأخرت يا مليح. الأيام الصعبة اللي زي دي ما ينفعش معاها بكا. الأيام دي محتاجة صبر. وين بدك نروح يا مليحة؟ وين؟ مليحة يومياً الواحدة صباحاً في رمضان على قناة مصر الأولى.